الأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاع طفيف يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية، بينها مبيعات المنازل المعلقة، في حين تنتظر بصبر لمعرفة ما إذا كان مؤشر داون جونز سيصل 20,000 نقطة. في أسواق العملات، الدولار أمام اليورو أقل بنسبة 0.65% عند 1.093، الدولار أمام الجنيه أقل بنسبة 0.55% عند 1.2203، الين أمام الدولار أعلى بنسبة 0.24% عند 117.7180، الدولار الكندي أمام النظير الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم، فالعملتان صاعدتان وتداولان ضمن قناة صاعدة، مواقع طويلة فوق 1.3545 مع أهداف تصل إلى 1.359 و 1.363. أما المعادن الثمينة فهي في انخفاض، حيث تعد الذهب مستوى الدعم عند 1138 ولا يزال تحت الضغط، بينما كسر مؤشر القوة النسبية تحت خط التمويل السعودي. مواقع قصيرة أقل من 1145 مع أهداف سفلى عند 1137 و 1135.5. أما الفضة فهي أقل بنسبة 0.24% عند 15.95 للأونصة. Trading Central Web TV، لويا لكوا.